يا عدتي عند شدتي، يا منقذي عند مصيبتي. احمني يا الله، يا من ترانا في كل لحظة. أنت عظيم القدرة، أسألك الرحمة، فعبدك ضعيف لا حول له ولا قوة. سمو الأمير، تفضل. سمو الأمير يا مولاتي السلطانة. قرب يا أحمد. حفيدنا القوي والشجاع راح خبرك بكل ألم إنه مولانا اللي هو ابننا وطعم روحنا أبوك السلطان محمد من شوي ترك دنيتنا وانتقل رحمة ربه. والشمس اللي عم تشرق هلا هي شمسك انت يا أحمد. ومن هاللحظة هي رح يكون عرش دولة آل عثمان تحت سيطرتك انت. آخر شيء كنت بتوقعه إني أتولى عرش الدولة العثمانية. فخرية، سلطانتنا الحلوة. سلطانة، تعي يا بنتي تعي، وقفي معنا يا قلبي. اليوم هو يوم عظيم لابن أخوكي. سلطاننا استلم الحكم بعمر صغير، الله يوفقه ويكون معه يا مولاتي. آمين. دستور جلالة السلطان أحمد المعظم. الله يرحمه ويغفر له، سلطاننا تركنا وهو بعز شبابه. وقت انقتل سمو الأمير محمود الله يرحمه ويغفر له، إجا شخص وطلب مقابلة مولاي السلطان لأمر مهم. وقت حذر جلالته من اللي رح يصير بعد 56 يوم وقال له يا مولاي افتحوا عيونكم منيح،
ومثل ما قال توفى مولانا السلطان باليوم 56 اللي حذروا منه. شو هالحكي هذا؟ موسى شلبي موات هذا الحكي لأنه رح يسبب فتنة كبيرة. الفتنة اللي عم تحكي عنها رح تقوم عاجلا أم آجلا يا شيخنا؟ يعني حضرتك بتشوف من المناسب شاب لساته بهالعمر يتولى عرش دولة آل عثمان. الله يبعد عنا الفتن. آمين. نحن واكبنا عصر القوة بفترة حكم السلطان سليمان، ومن بعده ابنه السلطان سليم، ومن بعده ابنه السلطان مراد، وحزننا كتير عليهم. الله يرحمهم. ومن بعده نتولى العرش ابننا السلطان محمد، وأثبت إنه جدير بلقب سلطان الدولة العثمانية، بس الموت خطفه منا. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. آمين. آمين. سمو الأمير، مو قصدي، كنت عم ألعب أنا وأخي أحمد. لا تقله أخي يا مصطفى، من هون ورايح بتقله مولاي. يا روحي، تعرف شو لازم تعمل بعد ما تستلم عرش الدولة؟ قوانين دولتنا العثمانية بتحتم على الأمير اللي بيستلم العرش يضحي بحياة باقي الأمراء مشان يحافظ على نظام الدولة. وانت هلأ رح تكمل طريق آبائك وأجدادك وتتولى عرش أعظم دولة. السلطنة العثمانية صارت ملكك، بس بنفس الوقت رح تكون امتحان كبير لإلك. الله يقويك وينصرك على أعدائك ويطول بعمرك ويعطيك الصحة. الله يحميك من الخونة ويقوي سيفك على الظالمين والمرتدين يلي رح يوقفوا بطريقك. منطلب من رب العالمين يزرع فيك الحكمة لتنشر العدل وتقضي على الفتن وتحافظ على قوة الدولة. انت هلأ قدامك مهمة صعبة، بس ثقتنا فيك كبيرة. دستور مولانا السلطان أحمد خان المعظم. Thank you.
الباب. مولاي بس ما تكون تعبان أو مريض. مي ليش سكروا الباب؟ وليش أحمد بيجوها؟ هلأ منشوف. شوي شوي ماما عم توجعيني. حضرتكم يا مولاي عم بتمثلوا إرادة الله عز وجل على وش هاي الأرض، والأقاليم السبعة تحت تصرفكم. أنتوا سلطان القارات الثلاثة، واسمكم من هاي اللحظة هو السلطان أحمد خان. أنتوا النهار ونحن الليل، أنتوا المي ونحن الأنهر العطشاني، أنتوا أسد الغابة ونحن القطيع المحكوم. وبهذا اليوم يا مولاي شمسكن صار لازم تشرق وتضوي على كل العالم، وميتكن صار لازم تمشي بالنهر ويقوى زئير الأسد ليسمعوا بكل الأرض. سلطان أحمد خان سلطان العالم. ألف حمد وشكر لك يا ربي، ألف حمد وشكر. شيخ شيوخ الإسلام أبو الأمين مصطفى مفتي الدولة العثمانية. حضرة كبير الوزراء الصدر الأعظم بالدولة العثمانية قاسم باشا. أمراء جزيرة القرم الأخوين الأمراء شاهين جيراي ومحمد جيراي. بتشوف يا أفندي وزير المال جناب محمد باشا إنه السلطان أحمد ممكن يعفو عن أخوه الأمير مصطفى؟ أكثر واحد ممكن يعرف الجواب هو شيخ الإسلام. القوانين واضحة وحيصدر الفرمان، السلطان أحمد رح يعدمه لأخوه الأمير مصطفى. هذا اللي رح يصير، لأنه هذا قانون والسلطان ما فينه أنه يتجاوزه.
مولاي لازم يفكر بمستقبله ويقوي عرشه. قبطان البحار سمو الأمير سنان باشا. بتحتم على الأمير اللي بيستلم العرش يضحي بحياة باقي الأمراء مشان يحافظ على نظام الدولة. قائد الجيش حضرة المفتي مصطفى. يا بشوات، جنودي الأبطال، أنا السلطان أحمد خان ما بدي لطخ يوم جلوسي على عرش الدولة بدم إنسان بريء وما له ذنب. أنا برفض القانون اللي بنص على قتل الإخوة. ولهذا السبب أنا قررت أعفي عن أخي الأمير مصطفى وما رح أسمح لحدا يقتله. عاش مولانا السلطان، السلطان أحمد خان. 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 قراره حيسهل مهمتنا يا محمد. أحفاد جنكيز خان رح يقدروا يوصلوا لهالعرش ويحكموا السلطنة العثمانية. وطي صوتك يا شاهين، والله إذا سمعونا بيقطعوا روسنا. بكرة الأيام رح تثبت للكل مين منا يلي بيستحق إنه ينقطع رأسه. هاي الأصول يلي علمتيها يا هندان، من إمتى السلطان بيتجرأ يكسر قواعد الدولة؟ سامحيني يا سلطانة صفية، حضرتكم بتعرفوا أحمد لساته صغير، أكيد بكرة أحمد رح يرجع بهالقرار ويطبق القوانين. حليمة خدي مصطفى من هون ورجعي على أوضتك. ما زعلني هالقرار، نحن كمان ما بيهون علينا انه هو يفرط باخوه. بس قوانيننا واضحة يا سلطانة وحضرتكم اكيد التعرف. ما رح نتعلم قوانين دولتنا منك يا هندان، الموضوع بيتعلق بمستقبل السلطنة. بالاول بدنا نعمل شوية امور، حنساوي حفل طهور وبعدين بفوتوا لعنده على الخلوة احلى الجواري بالحرم لك، ووقت واحدة من هالجواري بتحبل وبتجيب لنا أمير، وقت السلطان بيصدر فرمان بيقتل أخوه. إن شاء الله. فهمتيني؟ يا سامعين الصوت، يا أهالي اسطنبول الكرام، الحاضر يعلم الغائب،
اليوم تم تتويج سلطان أحمد خان سلطان السلاطين. بعدين البشوات كيف بيوافقوا على هيك شيء؟ يعني معقول على السلطان؟ يا غوات شو طول بالك يا أخي؟ صحيح مولانا السلطان ما حكم ولاية بحياته وتجربته مو غنية، بس اليوم مولانا اتخذ قرار مهم هز الأرض من شرقة لغربة. مولاي السلطان عفى عن أخوه الأمير مصطفى وما رح يفرط فيه، ومن هون ورايح نحن مو مجبورين ابنه بنصلي صلاة الجنازة على أرواح أمراء أبرياء. الله يطول بعمره، الله يخلينا يا الله يطول بعمره، الله يخلينا يا 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 الله يخل